السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور علاء الأنصاري، ومحاضرتنا لهذا اليوم هي تكملة لموضوع الأسماء. سوف نتكلم اليوم عن أسماء الجمع. plural. يشير اسم الجمع إلى وجود أكثر من اسم واحد، بينما يشير الاسم المفرد إلى وجود اسم واحد فقط. يتم إنشاء معظم صيغ الجمع ببساطة عن طريق إضافة S أو ES في نهاية كلمة المفردة. على سبيل المثال، هناك كلمة كلب وهي كلمة مفردة dog، لكن ثلاث كلاب هي جمع three dogs، ولو لاحظنا هنا قد أضفنا S إلى نهاية الكلمة. هناك العديد من قواعد الجمع، ولأننا نستخدم الأسماء بشكل متكرر أثناء الكتابة، فمن المهم أن نعرف كل هذه القواعد. عادة ما يعتمد التهجئة الصحيحة للحرف الذي ينتهي به الاسم المفرد، ولجعل الأسماء العادية بصيغة الجمع نضيف حرف الأس إلى نهاية الكلمة أو الاسم المفرد، كما نلاحظ في الأمثلة التالية: سيارة car cars، حقيبة bag bags، طاولة table tables، بيت house houses، والمثال الآخر أو الأخير هو كلب dog dogs. أما إذا انتهى الاسم المفرد بأحد الحروف التالية: S double S SH CH X أو Z، نضيف ES إلى نهاية الاسم لجعله جمع، كما هو موضح في الأمثلة التالية: bus، نلاحظ هنا انتهاء الكلمة بحرف S، إذن نضيف ES. kiss، هنا هذه الكلمة تنتهي ب double S، إذن نضيف ES kisses. dish، تنتهي ب SH dishes. which، تنتهي ب CH witches. hex، تنتهي بحرف X، إذن hexes. في بعض الحالات القليلة ينتهي الاسم المفرد بS أو Z، لجعله جمع يجب مضاعفة الحرف الأخير وإضافة ES، كما نلاحظ في الأمثلة التالية: gas gases quiz quizzes. إذا انتهى الاسم بحرف F أو FE، فإننا سنقلب الحرف F أو الFE إلى VE ونضيف S، وكما هو موضح في الأمثلة التالية: have has elf elves shelf shelves leaf leaves thief thieves wolf wolves knife knives. كما نعرف أن لكل قاعدة شواذها، فهذه بعض الأمثلة للشواذ هذه القاعدة: calf calves. كما لاحظنا انتهت الكلمة بحرف F لكننا أضفنا فقط S. chef chefs believe believes roof roofs chief chiefs. إذا انتهى الاسم المفرد بحرف الY وسبقه حرف صحيح، فإننا نقلب الY إلى I ونضيف ES. لاحظوا الأمثلة التالية: city cities baby babies country countries family families party parties lady ladies. أما إذا انتهى الاسم المفرد بحرف Y وسبقه حرف علة، نضيف S إلى نهاية الكلمة ببساطة بدون أي تغيير. انظروا إلى هذه الأمثلة: day days holiday holidays ray rays boy boys toy toys key keys donkey donkeys potato potatoes tomato tomatoes hero heroes echo echoes veto vetoes domino dominoes volcano volcanoes. تظهر لنا هذه الأمثلة بعض الشواذ عن القاعدة السابقة: piano pianos photo photos hello hellos radio
radios, stereo, stereos, video, videos. بعض الأسماء لا تتغير إطلاقاً عند جمع مثل sheep, serious, deer. هناك بعض الأسماء الشواذ عند جمع لا تخضع إلى قاعدة ثابتة. وهنا بعض الأمثلة على ذلك. child, children, goose, geese, man, men, woman, women, tooth, teeth, foot, feet, mouse, mice, person, people. وإلى هنا نأتي إلى نهاية محاضرتنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درسنا لهذا اليوم. وحتى درسنا المقبل أستودعكم الله ودمتم بخير.